أوكي، إحنا في المحاضرة الماضية، شفنا اللي هو إنه أنا بقدر إني أشوف هذه بوليس وهذه بوليس، حكينا إنه أنا بقدر هذه الريجن أوف كونفيرجنس، إنه أقدر أشوف هل الفورير ترانسفورم موجود عندي ولا غير موجود. وحكينا إذا التايم هنا بالنيجاتيف معناه تخطيط الريجن من البوليس الى اليسار، الريجن اوف كونفرج هي المخططه المنطقه. اما اذا كانت هون التي بالبوزيتيف، اذا بتكون من البوليس ناحيه اليمين. اوكي، فاذا هذا هسه ايش راح ناخذه، اللي هو عباره عن، طبعا هو نفسه الاس بلين يطلق عليه، اللي هو ايش انا عندي بولي زيروس دياجرام، بولي زيروس دياجرام. اذا ايش البولي زيروس دياجرام؟ لدى لابلاس ترانسفورم اوف ا سيجنال اكس اوف تي بي ا ريجنال فانكشن، ريجنال فانكشن عدد صحيح منطقي ان اس، في الـ في الاس، في الاس دومين اس. اذا اكس اوف اس تساوي بي اوف اس على اي اوف اس فور اس ان ريجن اوف كونفرجنس، ريجن اوف كونفرجنس. شوف هذا احنا هون هذا بنسميه الزيروس، هذا هون المقام اللي هو البوليس. اوكي، هذا ايش البوليس. اذا هذا ايش البولينوميالز اللي هو متعدد الحدود، اللي هو A و B، اللي هو عبارة عن اللي هو M و N orders، هذا المتعدد الحدود، يعني عبارة عن معادلة في البسط، قيم في البسط وقيم في المقام، polynomials orders. ماشي، اذا the m roots، m roots اللي هي هون في الاي، هذه هون اللي هو m order، هذه هون n orders. the m roots of numerator عدد يعتبر bs في البسط، نومريترز اللي هو العدد اللي في البسط، ار كولد زيروس اوف ذا لابلاس ترانسفورم. اذا هذا زيروس، هيو زيروس اوف ذا لابلاس ترانسفورم. الان روتس اوف دينومريترز اي اس، يعني المقام، العدد اللي في المقام، ار كولد بوليس اوف ذا لابلاس ترانسفورم. هسه ايش انا عندي الاكس، هذه is used to indicate polis، يعني الزير الاكس لما بحطها على الدياجرام هي ايش بتشير لايش؟ بتشير للبوليس، اللي هو البوليس وين؟ يعني للبوليس قيم المقام، لقيم المقام. ان الاو، هذه او مش زيرو، او is used to indicate zeros، يعني الاو بتصير ايش؟ زيروس. يعني لو انا هون عندي انديكيترز، اذا لو بدي احط الزيروس، هاي الزيروس البوليس، هاي بوليس اكس. طب لو زيروس، بدي اعملها هيك، هاي زيروس، ها زيروس، هاي زيروس، هاي او، هاي او. اذا الاو زيروس، هذا للبسط، هذا للمقام، هذه قيم البسط، هذه قيم المقام، هاي الاو والاكس. اوكي طيب، شوف هون عندك the rational b على a is unbounded for the polis of the Laplace transform therefore. اذا هو غير محدود بعدد البوليس في لابلاس ترانسفورم، therefore polis of، يعني البوليس اللي من الكسر بي على اي lie outside، تقع خارج، lie تقع، هذه تكون outside، تقع خارج the region of convergence، يعني البوليس هذه لازم تكون خارج، يعني هذه البوليس هون تكون خارج، ما تكون جوا هون، ما تكون هون،
ما تكون هون، شايف الاكسات هذه كلها بونس، هاي هذا هون ما تكون، هذا هيك غلط، لازم تكون وين؟ خارج، يعني تكون هون، تكون هون، تكون هون، هذه البوليس لازم تكون في هذا الشكل outside region of convergence. اوكي، the zeros may، يعني ممكن تكون lie inside or outside the region of convergence. إذن الزيروس عادي، الزيروس عادي، هاي هون احنا هون هسه راح اشيل هذا هون هاي، لانه ما بصير ها البوليس وين ما وقعها، هاي هاي حطيت البوليس، هاي هاي حطيت البوليس وين ممكن تكون، هاي ها شايفها هاي خارج، هاي هون بالبلس بالنيجاتيف مش مشكلة عندنا، وين ها هاي، يعني على جميع ممكن تكون في أي مكان ما عدا إن هاي هيك بدي أشيل هاي اللي بنصها. إذن هاي مواقعها، هذه أنا عندي هون إيش عشان الكل يكون عارف، هذه هون أنا عندي region of convergence، خلينا نكتبها هاي هون region of convergence، region of convergence هذه المنطقة، هاي هاي region of convergence، طلع هون البوليس كلها برا outside region of convergence، لكن ايش نيجي لهسه ايش للزيروس، الزيروس قلنا maybe inside or outside، اذا عادي نيجي نعملها باللون هذا، هسه هاي وين بدها تكون؟ ممكن تكون هون، هاي ممكن تكون هون، ممكن تكون هون، ممكن تكون هون، ممكن تكون هون، هاي هذا اللي باللون الازرق ايش عندي، هذا الزيروس، هاي ممكن اوتسايد وميبي انسايد، عادي ما في مشكله، هاي ها شوف ممكن عادي، ها هاي اذا اللي بالازرق الزيروس، حكينا ايش الزيروس، هياتن لاي ميبي لاي انسايد اور اوتسايد، ما في مشكله، وهذا راح يساعدنا صراحه، تشوف هذه الملاحظه لازم تكون عارفها، هذا راح تساعدك كيف ترسم الريجن اوف كونفرجنس الاس بلين بوليس اند زيروس ديجرام. ماشي خلينا نشوف هون، شوف الاكزامبل، find the Laplace transform of the signal x of t exponential minus a t u of t plus exponential minus p t u of t a لا تساوي b. اذا ايش بعمل اول شيء؟ بدي اخذ الترانسفورم، هاي الترانسفورم هذا اخذناه في المحاضره، هاي الترانسفورم. اذا انا هون البوليس ايش انا عندي؟ هاي البوليس، البوليس هيهن اللي هو ايش؟ s زائد a، s زائد a تساوي صفر، إذا S تساوي ماينس A، هيا هاي S زائد B تساوي صفر، إذا S تساوي ماينس B، إذا الريال S أكبر من ماينس A وأكبر من ماينس B، صح؟ هيو ريال S أكبر من ماكسيموم ماينس A وماينس B، ريال S أخذناها، ريال S أكبر من ماينس A وماينس B من البولس. طيب هون ايش انا عندي؟ الزيروس، ما فيش زيروس، لكن بقدر انا هون اعمل زيروس، كيف اعمل؟ بوحد المقامات، هاي صار عندي. اذا S ايش تساوي؟ هذه تساوي زيرو. اذا بدي انقل A و B بتروح على الطرف الثاني ماينس B، بصير 2S تساوي ماينس A ماينس B. اذا S تساوي ماينس A ماينس B على 2، هيها هاي هياتها
اذا اللي بالباست زيروس في المقام بوليس، اذا منيجي هسه منعبر، اذا الزيروس ايش؟ ماينس البوليس ماينس A وماينس B، هين ماينس A ماينس B، هاي ماينس A وماينس B البوليس. الزيروس ماينس A، اخذنا الماينس عامل مشترك على هاي، هاي الزيروس هاي باللون الاحمر. طيب هسه ايش انا عندي؟ هسه بدي عندي تو بوليس بدي اخططهن هسه. طب هسه هون ايش عندي؟ بوزيتيف بوزيتيف، اذا ناحيه اليمين ناحيه اليمين. طب هون انا عندي من وين بدي ابدا؟ طب عندي ماينس A وماينس B، ماينس B وماينس A. طب من وين بدي ابدا؟ ليش بديت من A؟ في حد بيقدر يحكي لي ليش بديت من A؟ اللي موجودين معي حاضرين المحاضرة، في واحد بيقدر يقول ليش أنا ما بديتش من B؟ يعني ما بديت هيك أعمل، هاي مثلا من هون هيك، ما عملت هذه هون هيك وجيت بلشت أخططها هيك، هاي هذا أنا اللي عملته هاي هسه. ها ليش التخطيط بلش من ماينس A مش ماينس B زي ما عملت أنا؟ أنا ممكن أجي أقول أنا بدي من ماينس B مش من ماينس A. ليش؟ في حد بيقدر يقول لي ليش أنا اللي أنا عملته غلط؟ ليش غلط؟ ليش اللي هو معمول في المثال المحلول هون صح؟ ليش؟ في حد بيقدر يعطيني يحكي لي ليش؟ ما راح تقدر صح؟ ليش؟ أنا ممكن أعمل ماينس A وماينس B، ولكن اطلع بوليس لاي أوتسايد أوف ريجن أوف كونفيرجنس، اللي هي الإيش؟ اللي هي البوليس اللي هي الإكس، إذا الإكس مش لازم تكون ضمن الريجن أوف كونفيرجنس. شوف انا لو خططت بي اذا A وين وقعت؟ انسايد مش اوتسايد، اذا غلط، اذا ما بقدر ابدا من بي. ليش؟ لانه الA بوليس، البوليس راح تكون ايش؟ مش اوتسايد، راح تكون انسايد يعني داخل الريجن اوف كونفرجنس، وهذا غلط. احنا حكينا هنا البوليس اوتسايد، لكن لو انها زيروس عادي maybe inside or outside الزيروس ما في مشكله. فاذا انا هون خططت من هون من بي من A، علشان ال A لو بلشت من B راح تقع داخل الاوتسايد، فاذا انا الريجن اوف كونفرجنس خططتها من هون، اذا بصير كالتالي. هاي اذا باجي ببدا من هون، ليش؟ علشان البي هذه ما راح تقع، لو بلشت من بي راح الاي تقع داخل الريجن اوف كونفرجنس، وهذا غلط. فاذا ببدا هون، اذا عند الاكس ماينس اي وببلش تخطيط من هون، هاي ناحيه اليمين ناحيه البوزيتيف تي، ناحيه البوزيتيف هاي، هذا الريجن اوف كونفرجنس. البوليس اوتسايد، ممتاز حققت الشرط. الزيروس عادي، ما بهيك وما بهيك، ما في مشكلة عندي. أوكي؟ خلينا نشوف هذا هسه. Find the Laplace transform for the causal sinusoidal. إذا هون أنا عندي. هذا عبارة عن إيش Laplace transform إله؟ هيو. هذا إذا بدي أمثل هيك في الإكسبوننشال وكذا إلى آخره، بطلع في الآخر وحدة المقامات راح يطلع هذا. إذا Laplace transform للكوساين، هاي وجدت اللابلاس ترانسفورم، كوساين اوميجا تي اللي بيصير اس على اس تربيع زائد اوميجا تربيع. اس اس هون ايش؟ عندي اكبر من زيرو، اس اكبر من زيرو. انا ايش عندي هون؟ اس تساوي اوميجا، صح؟ اس تساوي اوميجا، اس زائد اوميجا تساوي زيروس. هون انا الاس ايش انا عندي هون؟
هنا هون وهون. أنا هون عندي S تساوي 0 صح؟ هيا S تساوي 0. هذه إيش الزيروس؟ طيب البوليس S تساوي بلس بلس ماينس أوميجا، بلس ماينس أوميجا يعني S أكبر من صفر عندي. فإذا أنا هون إيش أنا عندي؟ البولي شوف الزيروس هيها تساوي زيرو، هيها عند الزيرو هيها شوف حطيت الأو عند الزيرو. طب الأس البوليس تساوي بلس ماينس أوميجا، هاي أوميجا هاي البوليس. طبعا جي ليش؟ لانه هذا امجينري جي اوميجا، جي اوميجا، جي اوميجا عندي هون. فاذا اذا هذا وكونه هون بلس يو تي بلس، اذا من البوليس، البوليس وين هي؟ من المحور واي وببلش هيك. طب هون فورير ترانسفورم از اكزيست ليش؟ لانه انكلودد الريجن اوف كونفرجنس، اخذنا الملاحظه هنا اوتسايد مش ضمن الريجن اوف كونفرجنس، اذا داز ات اللي هو انكلودد فورير ترانسفورم اذا ما كان خارج داخل الريجن اوف كونفرجنس. هنا الساين نفس العمليه، هذه الساين، اذا الزيروس ما عندي، عندك اس ما عندي، إذا الزيروس لا يوجد، لا يوجد ليش؟ لأنه S غير موجود، لأنه S غير موجود، إذا زيروس ما عندي، عندي إيش أنا؟ عندي S تساوي أوميجا هيها، هاي، أنا لما بتكون فش عندي زيروس مش راح أحط زيرو، ما عندي ها فش أو، ما عندي زيروس، عندي بوليس فقط. هاي البولس الموجودة عندي، هذا البولس الموجودة هيا جي أوميجا ماينس جي أوميجا. الأو ما حطيتها، شوف هنا أنا عندي حطيتها لأنه عندي أس، لأنه عندي أس، أس هون تساوي صفر، خلص هاي حطيت. إذا عند صفر عندي زيروس، الزيروس صفر، البولس أوميجا. هون عندي S ما عندي في البسط، إذا الزيروس مش موجود، ما راح يكون موجود عندي على الدياجرام، على البوليس زيروس دياجرام، مفهوم؟ نيجي نشوف. إذا شوف عندك هون بلس ترانسفورم، عندي اكسبونشال ماينس اي تي اوف تي، واحد على S زائد A. شوف هذا كله بوزيتيف، إذا A ريال S أكبر من ماينس A. لانه S تساوي ماينس A، إذا ريال S أكبر من ماينس A. طب للإكسبونشال ماينس إكسبونشال ماينس A تي يو ماينس T ماينس، هنا S ماينس A، لكن هنا إيش؟ هذه ماينس ناحية إيش؟ راح تكون أصغر، ريجن أوف كونفرجنس راح تكون أصغر، الريال S أصغر من ماينس A، لأنه راح تكون وين؟ من ماينس A ناحية اليسار، ناحية الصغر اليسار معناه في اتجاه الماينس، معناه كل ما بتكبر الريجن اوف كونفرجنس كل ما بتصغر القيمه، يعني اصغر من ماينس اي. اما لما كانت في البلس تي، اذا من ماينس اي الاس من ماينس اي وبتصير ايش؟ ناحيه اليمين في اتجاه البوزيتيف، اذا كل ما انا اكبر بتصير من ماينس اي قيم اس الريجن اوف كونفرجنس. عشان نقول ريال اس اكبر من ماينس اي. دلتا تي البلس الها واحد all s اخذنا اليو اوف تي واحد على s، ريال s اكبر من زيرو، نعم اكبر من زيرو، s تساوي زيرو، اذا ريال s اكبر من زيرو، ليش؟ لانها من زيرو الى اليمين. طب ماينس يو ماينس تي واحد على s اصغر من زيرو، ليش؟ لانها ناحيه اليسار، من الزيرو لليسار ناحيه ايش؟ في اتجاه النيجاتيف راح تكون. الكوساين
اكبر من زيرو، الساين اكبر من زيرو لانه كله بوزيتيف. هنا ايش عندي؟ اكبر من ماينس اي. هنا عندي ايش راح تكون؟ محصوره المود. شوف ماينس اي ايش عندي هون؟ الابسولوت فاليو للتي. اذا راح تكون هون ريجن اوف كونفرجنس بين الماينس اي وبين الاي، محصوره لانه راح تكون بلس ماينس اي، راح تكون بين الاثنين بلس ماينس اي. اذا ريال اس اكبر من ماينس اي واصغر من اي راح تكون. اوكي خلينا نشوف هون. عندي هون ريجن اوف اللي هو ريجن اوف كونفرجنت بروبريتيز اللي هو الخصائص تاعتهم. هسه ايش انا عندي؟ عندي اذا كان الو اكس اوف تي از رايت سايد سيجنال، يعني ايش عندك؟ عندك ريال اس اكبر من سيجما، سيجما اللي هو المحور هذا، ريال اس اكبر. اذا كان اذا هو ايش؟ هو بماكسيموم، بماكسيموم ريال بارت of any of the poles، real part عند اي بول. اذا انا كان عندي السيجنال عندي تي واحد ناحيه اليمين، تي واحد اكبر من تي، عرفت؟ هنا ناحيه اليمين. اذا ايش انا عندي؟ عندي ريال اس ايش؟ اكبر من بي ماكسيموم. ما هذا السيجما، هذا هاي هون السيجما، هاي راح عليك، هذه السيجما، هون السيجما اكبر من سيجما ماكسيموم. طب كيف؟ شوف هون عندي شوف عندك الاكزامبل علي، هاي عندي فايند لابلاس ترانسفورم اوف ذا سيجنال، وجدت دلتا، هاي الاكزامبل. اذا الاكس اوف اس هذه واحد، هذه ثلاثة على أربعة، هنا إكسبونينشال واحد تي واحد على أس زائد واحد، إكسبونينشال هيو هياتو واحد على ثلاثة، هنا ماينس اثنين هيو. أوكي وحدت المقام، إذا إيش أنا عندي؟ إذا عندي أس ماينس واحد البول، هاي أس ماينس واحد هنا، هاي البوليس هون عندي، هون ايش عندي؟ هون اس يساوي ماينس اثنين، ايه عفوا هذه هون عكسها لانه ماينس، اذا تساوي بتروح بالبلس زائد اثنين. هون عندي اس يساوي ماينس واحد. اوكي هون انا عندي البوليس، البوليس هون انا عندي، هون عندي البوليس اس تساوي واحد، اس تساوي واحد. تعال اذا ريال اس اكبر من ايش؟ من اثنين. ليش؟ من اثنين اللي ريال ماكسيموم، لانه انا عندي هون راح يكون ايش؟ هاي البوليس، هاي ماينس واحد وهاي ماينس اثنين وهذه الزيروس. اذا الريجن اوف كونفرجن راح تقدم من ماكسيموم، من اعلى قيمه من ريال اس، ريال ماكسيموم هيها، هاي ماكسيموم سيجما، ريال اس اكبر من ماكسيموم سيجما، يعني هاي ماكسيموم سيجما من هون وبلشت. لو في عندي هون بوليس ثانيه، هذه الماكسيموم اعلى قيمه، هاي اعلى قيمه هون. ايش انا عندي؟ عندي ماينس واحد البوليس واثنين، وين الماكسيموم؟ هي الاثنين. ليش من اثنين؟ لانه ما بقدر اعملها ماكسيموم، اعملها من ماينس واحد، لانه لو عملتها من ماينس واحد وعملت الريجن اوف كونفرجنس، البوليس هذه بتصير ايش؟ انسايد ريجن اوف كونفرجنس البوليس هذه، فاذا هذا ما بيصير. فاذا انا عندي راح تكون اكبر من ماك، اكبر من اثنين يعني من اثنين واكبر منها يعني ناحيه اليمين. هون دازت اكزيت فورير ترانسفورم، ليش؟ لانه الاي الجي اوميجا
not included in the region of convergence. هي بتبقى خارج outside. Then doesn't exist for the transform. Okay. شوف هنا. هسا الليفت هنا أصغر من مينيمم. ريال أس أصغر من سيجما مينيمم. هذه هنا أصغر واحدة. لو عندي هون بوليس. هون بوليس. ولكن هذه المينيمم سيجما أصغر من مينيمم. يعني راح تكون من الصغيرة إلى أصغر منها لهون. في اتجاه اليسار. راح تكون. شوف الاكزامبل عندي هون. الاكزامبل لأنه هو اللي بوضح لي. هاي. أخذنا لي ترانسفورم. شوف هذه ماينس. ماينس. ماينس معناه بدي اخذ اصغر من اصغر قيمه عندي. هون ايش انا عندي؟ فوق البسط زيروس. ما في. هون ايش؟ ماينس واحد هاي ماينس واحد. ماينس اثنين هاي ماينس اثنين. اذا هون وين التخطيطون راح يكون ماينس ماينس اتجاه اليسار، اذا راح يكون اصغر من ماينس. ريال اس اصغر من ماينس واحد. ليش ما بقول ريال اس اصغر من ماينس اثنين؟ لانه لو اخذت من هون ورحت هيك خططت معناه الماينس واحد البوليس راح تقع ضمن الريجن اوف كونفيرجنس، وهذا ما بيصير. لازم تكون اوتسايد ريجن اوف كونفيرجنس. علشان هيك راح تكون ايش انا عندي؟ عباره عن اللي هو اصغر من ماينس واحد راح تكون من هون والى اليسار. اصغر من ماينس واحد. هذا الاكس هذا اوتسايد ريجن اوف كونفيرجنس. هذا اوتسايد. اذا هذا صحيح. اذا هذا صحيح. هسا نيجي نشوف اذا كانت محصوره. اخذنا احنا اذا هون. اذا تي واحد تي اثنين. هنا ايش هذه الدلتا؟ اذا الدلتا ايش تساوي؟ هي الترانسفورم الها واحد. نيجي نشوف هذه كالتالي. ايش هسه انا اللي بدي اخذه؟ بدي اخذ اذا كانت ريال اس اكبر من سيجما واحد واصغر من سيجما اثنين. هذه سيجما واحد وهذه سيجما اثنين. اكبر واصغر. هذول ريال بارتس اوف تو بوليس. يعني هذول ريال بارتس لتو بوليس. هي هي هذه بولي وهذه بوليس. تقع بينهم. اذا انا عندي هون ايش؟ راح تكون ريال بارت اكبر من تي واحد واصغر من تي اثنين. اكبر من تي واحد واصغر من تي اثنين، يعني اكبر من سيجما واحد واكبر من سيجما اثنين. اكبر من سيجما مينيموم واكبر اصغر من سيجما ماكسيموم. نجي نشوف هنا الاكزامبل بوضح لي اياها هذه النقطه كيف. شوف عندي هون. هاي اكسبونشال ماينس 2 تي اوف تي ماينس اكسبونشال 3 تي في يو ماينس تي. شوف هنا بلس هنا نيجاتيف. اوكي. اذا الترانسفورم هذه الها وهذا اللي ترانسفورم الها هون. اوكي. اذا نجي نطلع هون ايش انا عندي؟ هون ايش عندي؟ هون انا عندي اس تساوي ماينس 2. هنا اس او ثلاث تساوي ثلاث. اذا حطيت البوليس. هاي جيت للبوليس حطيت هذه ماينس اثنين وهذه ماينس ثلاثة. طيب هسا ايش انا عندي؟ باجي هون الاس ماينس اثنين. هيا وين التخطيط تاعها؟ بوزيتيف. يعني ريال اس هون في هذا الجزء اكبر. هاي ريال اس اكبر من ماينس اثنين. يعني في الاتجاه اكبر. يعني هاي هاي شوف انا هيك بدي اخططها. كل واحده بلون. هاي هاي لا تستعجل تقول لي لانه هذه راح تيجي هيك. هاي تقول لي غلط. لا لا لسه مش غلط. كمل الرسم للاخر. اوكي البوليس هون وين اجت؟
اجت البوليس 3 اجت انسايد ريجن اوف، هذا بعتبره غلط، لكن لا استنى كمل. عندك كسر ثاني، كسر ثاني ايش هذا؟ لو كان بوزيتيف هذا غلط، لكن هذا ماينس، طلع هون الماينس ايش دعمل؟ هسه هون خلينا نعطيها لون اخر، هاي هذا الماينس، هاي هذا ماينس، ايش بدنا نعمل؟ ريال اس هيو اصغر من 3، ليش هنا بالماينس؟ يعني انا اس تساوي 3 يعني اصغر من 3 تحت الماينس، هذا من 3 ناحيه الماينس، باجي هون هاي الثلاثه ايش عملت؟ طلع هي دخططها، ها هسه هسه اكتملت، هاي هاي. اذا انا السيجنال وين الريجن اوف كونفرجنس عندي؟ هاي ها انحصرت، صارت اكبر من ماينس 2 واصغر من ماينس واصغر من 3. شوف كل واحدة على حدة عملتها، عملت الأولى بالاتجاه البوزيتيف لأنها بلس هون بلس تي، هيها عملتها باللون الأخضر، بعدين الكسر الثاني زائد 3، لما أس زائد 3 هيا هون البوليس، اجيت هون ايش؟ ماينس، ماينس معناه في اتجاه من وين؟ من 3 إلى اتجاه الماينس، هاي عملتها باللون الأزرق، إذا أنا هون ايش؟ is the region of conversion انحصرت ما بين الماينس 2 وال 3. اذا السيجنال محدوده عندي، اذا ايش صارت انا عندي هون؟ صارت هيك هاي. هاي. طيب البوليس، البوليس برا، ليش؟ هاي. هاي البوليس، هاي. نعمل باللون الاسود، هاي البوليس، البوليس هون والبوليس هون، هاي خليني بينن موجودات هون، ما دام موجودات هون البوليس خلص اوتسايد الريجن اوف كونفرجنس، اذا هذا صحيح. اذا ريال اس ايش انا عندي؟ ريال، ليش ريال اس؟ لانه ريال اس هي سيجما، هذا الجزء الحقيقي، لانه اس ايش تساوي؟ اس تساوي سيجما بلس جي اوميجا، هذا ريال اس، هذا اميجينري اس، هذا اميجينري اس، هذا ريال اس، ريال اس لانه البوليس هنا انا عند ريال اس، اذا ريال اس اكبر من ماينس 2 واصغر من 3، مفهوم؟ مفهوم؟ في اي سؤال عليه هذا؟ اوكي شوف هون اكزامبل، هون ناخذ على التي، التي هذه ايش؟ هذه بمعنى مره تي بوزيتيف ومره ماينس التي، اوكي؟ فاذا ايش انا عندي هون؟ راح تصير اكسبونينشال ماينس اي تي يو اوف تي بلس اكسبونينشال اي تي يو ماينس تي، اذا هذه الانفرس، هذا الترانسفورم، هاي الترانسفورم، إذا هون إيش أنا عندي؟ واحدة بوزيتيف واحدة نيجاتيف، إذا عندي ماينس A وزائد A، إذا ريال S أكبر من ماينس A وزائد A. إذا هي إيش بده يصير عندي؟ هي واحد، هذه ماينس A، هي ماينس A. هذه ماينس A. بلس A، هذه بلس A، هذه. أنا هسه اختصرتها بشكل مختصر قاعد بكتب هي. لأنه شرحته في اللي قبل، بلس A. هسه هون عندي البلس، هذه عندي هون اول واحدة بوزيتيف، هاي هاي ناحيه البوزيتيف، هاي راح احط كم خط هيك بس او خليها هيك بنفس اللون، هاي بنفس اللون، هاي كم خط، هاي هسه هذه ايش؟ نيجاتيف، إذا أصغر من إيه؟ راح تكون هاي. هاي ريجن اوف كونفرجنس، هاي. هذه إجا
إذا أكبر من ماينس A وأصغر من A. J omega Fourier transform exist. ليش؟ لأنه included region of convergence. Included. Okay, region of convergence. اوكي لهون في اي سؤال؟ كله مفهوم؟ طيب خلينا نشوف هسه ايش عندك ذا انفرس لابلاس ترانسفورم. مو هذا ايش بفيدنا هسه؟ بصير الانفرس مرات بقول لك ارسم لي احنا عملنا من اول سواء في رياضيات هندسيه او في السيجنال هون عملنا الانفرس لللابلاس ترانسفورم عادي. اكس اوف اس برجعها اكس اوف تي او اكس اوف اس برجعها اكس اوف تي. ولكن قال لك اعملها انفرس هنا راح يكون عندك ريال اس موجود. بناء على ريال اس فيك ترسم بلوك دياجرام وتعمل الانفرس راح يختلف. هون بوريك الريجن المنطقه اللي فيها السيجنال وين بيقع بالضبط. فاذا خلينا نشوف هذا ايش القانون اللي احنا بنعرفه عشان ايش نعمل الانفرس. شوف عندي هون بقول لك فايند اكس اوف تي فور اكس اوف تي باي بارشال فراكشنز اياته هذا حللته A على B ضرب تبادلي ويساوي البسط إلى آخره. وجدت قيمة A وقيمة B. هذا أنا ما راح أشرحه أنت بتشوفه هذا شرحت. بعوض قيمة هنا واحد وهنا ماينس واحد هياته. هذه إكس أوف هذا الإنفرس هذا الإنفرس هي شفنا الإنفرس والباري بارشال شفنا في له كيسز في محاضراتك موجود في التكست بوك تاع الكريزك تاع الرياضيات الهندسيه بتقدر تراجعه. لانه احنا ما بنقدر نعمل انفرس للبلس الا لازم يكون طبعا بنعمل دايركت لكن في اغلب الاحيان بده يكون عندي لما يكون كسرين بين علامة الضرب ما بقدر اعمل انفرس لازم يكون بلس او ماينس فبستخدم تجزئه الكسور. تجزئه الكسور هذه واحده من هناي بقدر اعمل هذا ضرب تبادلي ضرب تبادلي يساوي البسط 2 هيا ضرب تبادلي يساوي البسط 2 هيا هذا في هذا يساوي هذا. بفرض قيمة S هنا تساوي ماينس 1 تطلع A1 لما افرضها ماينس 3 بتطلع B. إذا وجدنا البوليس هنا ايش أنا عندي؟ زيروس ما عندي. البوليس ايش؟ ماينس 1 وماينس 3 هيا ماينس 1 وماينس 3. البسط ما في اس معناه ما دام فيش اس فيش زيروس عندي. اذا انا هون عندي ثلاث حالات صح؟ هون 3 cases there are 3 possible forms region of convergence. اول شيء راح يكون اس اكبر من ريال اس اكبر من ماينس واحد اكبر من هاي حطيت البوليس أكبر من ماينس واحد يعني ناحية اليمين. هاي من ماينس واحد ناحية اليمين. راح يكون ريال اس أكبر من أصغر من ماينس ثلاثي. أصغر من ماينس ثلاث هاي ماينس ثلاثي. من ماينس ثلاث ناحية الشمال. اس أكبر من ماينس واحد وأصغر من ماينس ثلاث محصورة بينهن. إذا هاي أكبر من ماينس ثلاث وأصغر من ماينس واحد. هاي هذا أنا هسه ما رسمت ليش؟ لأنه أخذناه كل هذه أخذناها هاي الإكزامبلز الثلاثة هاي هذول هذا الكيس الثالث هذا هو هذا نفسه وفي عندك هذا الكيس الثاني وهذا الكيس الثالث الأول هاي نفس هين هذا الاكزامبل علينا. ليش اخذناه؟ لانه هاي علينا هاي عملنا هاي اول شيء عملنا اكبر من ماينس واحد اصغر من ماينس ثلاث
اكبر من ماينس واحد، ماينس ثلاث اصغر من ماينس واحد. هاي الثري كيسز تاعتهم. اوكي هسه هذا هسه انا رسمت، تعال نعمل الانفرس الين هسه لكل واحدة. ايش انا هسه اول شيء، اول شيء انا باجي بعمل مش هاي الفانكشن، هذه هاي بعملها انفرس، هاي هاي اللي هي هاي بصير اكسبوننشال ماينس 3 تي ماينس اكسبوننشال ماينس 3 ماينس تي وماينس 3 تي، هاي هاي اكسبوننشال ماينس تي اكسبوننشال ماينس 3 تي يو تي. هسه اول حاله ايش بدي اعمل؟ لما ريال اس اكبر من ماينس واحد، اكبر من ماينس واحد، هاي اكبر من ماينس واحد وين؟ ناحيه اليمين. اكبر من ماينس واحد معناه كله بوزيتيف، هاي يو اوف تي بظل زي ما هي. هسه بدي اعمل لما ايش؟ عندي اكبر من ماينس ثلاث، عفوا هسه اصغر من ماينس، خلينا نعملها اصغر من ماينس ثلاث، اصغر من ماينس ثلاث شو راح تصير؟ بالماينس اصغر من ماينس ثلاثه، هذه ماينس وماينس بصير بلس، هذه بلس بصير ماينس، هاي هذه ماينس، هاي ماينس صارت بلس، هذه بلس صارت ماينس لانه باتجاه الماينس، هيها شايف؟ لما تكون ريال اس اصغر من ماينس واحد راح تكون اصغر من ماينس واحد، اذا راح تكون ماينس ماينس تي، اصغر من ماينس ثلاث ماينس ماينس ثلاث، اجمعهم مع بعض بيطلع هيك. اوكي؟ طيب نشوف الكيس لما اكبر من ماينس ثلاث واصغر من ماينس ثلاث واحد. فاذا هون تطلع هون ايش انا عندي؟ راح تصير اصغر من ماينس واحد راح تكون بالماينس، اكبر من ماينس ثلاث راح تكون بالبوزيتيف. هيا بتظل زي ما هي، هذه ماينس زي ما هي وهذه بوزيتيف. لكن هون ليش؟ لان اكبر من ماينس ثلاث هاي، لكن اصغر من ماينس واحد راح تكون ايش؟ بالنيجاتيف. هاي انا هون كاتب لك يعني ايش كل واحده على حده وبعدين بتجمعهن. هاي هذه اصغر من ماينس واحد شو بتصير؟ هاي بتصير هيك. هذه اكبر من ماينس ثلاثه ايش بتصير؟ بتصير هيك. اجمعهن مع بعض هاي الاكس اوف تي، اكبر من ماينس ثلاثه واصغر من ماينس واحد. وهون نفس الشيء عامل انا ايش؟ انه هون بدي اصغر من ماينس ثلاثه، اذا اصغر من ماينس ثلاثه هاي اصغر من ماينس ثلاثه، وماينس واحد ايش بتصير؟ اصغر من ماينس واحد. اجمعهن مع بعض بتصير اجمع هذه مع هذه هيها. وهون نفس الشيء، اكبر من ماينس واحد، هاي اكبر من ماينس واحد، هذا اكبر من ماينس ثلاث. شو بتصير هذه؟ اكسبونشال اللي هي نفسها الاصليه بتظل، لان كلها بالبوزيتيف، اذا بجمعهم مع بعض هي نفسها هذه. نفس الشيء. مفهوم؟ اوكي احنا بنوقف عند الاكزامبل هذا ان شاء الله.